يعني ناموس، واحد الزملاء يتواصل بالتعليق، زميلي حمد بن محمد الزعبي. شكرا ابو سعد. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شوطنا 19 ينطلق ويسير ضمن انطلاقات وتحديات هذا الصباح. نبدأ ونقول بسم الله وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. البداية والمقدمة مع رقم واحد ومع صاحبة رقم واحد في هذا الشوط. هذه راهية تعود ملكيتها لصالح بن محمد بن مانعة المري، من يتواجد مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط وصدارة هذا الانطلاق. المركز الثاني التواجد هنا من راهية أيضا، ولكن ملكيتها مع محمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت المري. ننتقل للمركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث التواجد هنا من لؤلؤة من تتواجد على مستوى المركز الثالث لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. ننتقل للمركز الرابع، ومن تحتل المركز الرابع التقدم والوصول هنا من أجيال مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. وعلى المركز الخامس، ومن تتواجد على مستوى المركز الخامس ناخذ المركز الخامس ومن تتقدم فيه. التقدم من تهدئة تعود ملكيتها لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، من تقدمت واحتلت المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى التي يسمح لها بالإذاعة والتعليق. نعم مشاهدينا الكرام، نعود تنتصف مسافتنا وتنتصف المسافة ويتبقى لنا مثلها بإذن الله تعالى. والأمور مع راهية بعرضها الجميل وبأدائها المميز. ولكن مشاهدينا الكرام حصل تغيير من لؤلؤة. نعم هذه لؤلؤة من غيرت الأمور وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. صالح بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يتواجد مع المقدمة والصدارة. غير الأمور بن عقيل في هذه اللحظات، ولكن هنا بن مانعه مع راهية لصالح بن محمد بن مانعه المري من يتواجد مع مستوى المركز الثاني وعينها على الناموس راهية. نعم ننتقل للمركز الثالث وناخذ هنا راهية من تتواجد على المركز الثالث مع محمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت المري. المركز الرابع يصل اسم جديد في هذه اللحظات ويتدخل في هذه اللحظة. هذه أسيل سعد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري مع أسيل، من تدخلت واحتلت المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس ومن تتدخل على المركز الخامس. هنا الوصول والتقدم من خيرة حمد بن سعيد بن حمد الزعبي مع خيرة على المركز الخامس. ولكن نعود وإياكم إلى الصدارة، نعود وإياكم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. الأمور هناك مع بن عقيل يتحكم في الصدارة، يتحكم في مقدمة هذا الشوط. نعم يتحكم تحكم ممتاز وتحكم أيضا ناجح بكل قوة. نعم السلام 700 متر أخيرة، يلا يا بن عقيل أرى الخطورة من الشاهينية محمد بالويفي باللافي. هنا من يتواجد على المركز الثاني، الوضع خطير، ولكن الله يا بن عقيل مع لؤلؤة. ولكن هنا الأمور تتغير مع الشاهينية محمد بالويفي باللافي، من غير المقدمة وغير الصدارة. يا سلام، ولكن عادت لؤلؤة مرة أخرى. تعود لؤلؤة مشاهدين الكرام مع شعار بن عقيل. يا يا محل المنافسة، يا محل التغيير، يا محل الردة مرة أخرى. يا سلام، شوفوا لؤلؤة. سلام
سلام بن عقيل، سلام، سلامنا وتحياتنا على فوز لولو بالمركز الأول لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثاني وصلت فيه، وصلت على المركز الثاني الشاهينية لمحمد بالويفي باللافي من ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث وعد لسعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع جبارة لعلي بن حمد بن جابر الغفران الغفراني المري. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس راهية لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت المري. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام نأخذ التوقيت الزمني ولحظة وصول لؤلؤة إلى خط النهاية. قاطعة المسافة في 6 دقائق 19 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت لؤلؤة. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. أما المركز الثاني 6 دقائق 20 ثانية 7 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت، إذن توقيت الشاهينية لمحمد بالويفي باللافي. نهني على هذا الناموس. شعار بن سلامة يأتي على المركز الثالث 6 دقائق 21 ثانية 4 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت وعد. تهانينا لسعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. تهانينا والناموس.